احتفالا بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين ومرور عامين على إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي، انطلقت مسيرة أرض الحضارات التي جابت شوارع مدينة السلط لتستقر في محبرة الأردن مدرسة السلط، بهدف التعريف بالأماكن السياحية والترويج لها. أن هذا اليوم يسجل لما قام به الإخوة الدراجون من عروض في داخل مدينة السلط إحياء بهذه المناسبة الكريمة، ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن مدرسة السلط، فالكل يعرفها والدور الذي لعبته في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن، وبالتالي فإن مدرسة السلط تستحق منا أكثر من هذا الاحتفال، ونرجو إن شاء الله أن يتم ذلك في الأيام القليلة القادمة. الهدف من هذه المسيرة هو الترويج والتسويق لمدينة السلط، مدينة التراث العالمي، وبمناسبة عزيزة على قلوب كل الأردنيين اللي هي مناسبة مئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين، وكذا بالإضافة إلى إدراج السلط على قائمة التراث العالمي، مرور عامين على إدراج السلط على قائمة التراث العالمي. وكان طبعا نشكر كل من ساهم في الدعم وإنجاح هذه الفعالية. مشاركة النادي الأردني للدراجات النارية من جميع محافظات المملكة احتفالا بمئوية مدرسة السلط الثانوية للبنين، والتي رفضت الوطن بكفاءات لتخدم الأردن وترويج مدينة السلط سياحيا. احنا اليوم اجينا على مدينة السلط بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدرسة السلط الثانوية، وطبعا بالتشارك مع جميع الأفرقة الأردنية اجينا عشان نشارك المجتمع المحلي هاي الفرحة، وعملنا جولة داخل المدينة الحمد لله، ورح اتجهنا لأكثر من موقع أثري منهم مدينة السلط، وبشكر فعلا من قلبي القائمين على هذا الدعم اللي قدموه منهم وزارة السياحة وهيش تنشيط السياحة والبلدية. اليوم في عنا رايد اسمه رايد المحافظات، هذا الرايد إن شاء الله راح يلف على جميع مدن المملكة الـ 12 بمشيئة الله، وإحنا بدناها اليوم بالصلد وبمشاركة طبعا وزارة السياحة. تم التنسيق على عمل هذه الفعالية لمناسبة عزيزة على كل أردني، ألا وهي مئوية مدرسة السلط الثانوية، وتزامنت في عامين إدراج السلط في قائمة التراث العالمي. وفي الختام تم توزيع الدروع على الداعمين والراعين والإعلاميين ورسائل الفرق المشاركة في الفعالية. عاهد الدبعي، التلفزيون الأردني.